أيضا في هذه الرياضة العربية الأصيلة. لكن كل العيون تترقب يوم الغد، تترقب انطلاق مهرجان اليمامة للهجن العربية الأصيلة الذي سينطلق على مدار يومين هنا في تحفة ميادين السباقات. يوم الغد يوم الاثنين إن شاء الله سوف يكون مخصص لسن الحجايج، ويوم الثلاثاء سوف يكون خاصا بالسن اللقاية من خلال انطلاق هذا المهرجان، والذي يأتي بمناسبة عزيزة غالية، بمناسبة انتصار عالمي كبير، فوز سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله أيضا ببطولة العالم التي انطلقت في نورماندي 2014 في فرنسا. إذا هنا نرحب بالجميع والكل يتابع، ودبي ريسنج أيضا تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة أيضا تقديم جديدها في هذا الميدان. هذا المساء الساعة 8 مساء سوف تكون هناك حلقة خاصة تقديمية أيضا عن مهرجان اليمامة، وأحداث مهرجان اليمامة ستنطلق على قناة دبي ريسنج بإذنه تعالى. إذا نسير مع هذا الشوط، نتابع التحديات، نتابع الإثارة في هذا الاندفاع في هذا المسار، كما تحمل أيضا كل الأسماء التي ذكرت أنها قادمة في التحدي. يا سلام يا سلام يا سلام. إذا هنا المقدمة هو قمرية، بدينا بالأسماء العملاقة الكبيرة. قمرية وصلت هنا على المركز الأول لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير هناك على المركز الثاني هناك. أتابع أيضا من خلال مسار التحديات والانطلاقات، هي الشاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبع الذي يطلق أيضا هذا التحدي. وهذه البداية هنا على المركز الثالث، المتحدة على المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع سالم بن حمد بن نهيان العمري، والمركز الرابع الدانة على المركز الرابع سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري، وهنا على المركز الخامس الشكلي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع خليل بن سالم بالصقعة، والمركز السادس يا سلام. متابع أيضا المركز السادس جميلة، في المركز السادس لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المشتوم وهناك نصيب بن خلفان الغويس، بينما المركز السابع انتزاع في المركز السابع لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد بن مروشد، وعلى المركز الثامن هذه شايبة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوة. هنا على المركز التاسع تأتي وبرة في المركز التاسع لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، والمركز العاشر يا سلام يا سلام المتحدة أيضا في المركز العاشر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير. هذه الأسماء التي انطلقت والتي سارت أيضا في هذا المسار، كما نتابع من خلال البداية الأولى في هذه الانطلاقة. وهذا اليوم يوم الكبار ما شاء الله، الأعداد أيضا المميزة التي نبدأ بها شوطنا المتميز هو شوط الكبار ما شاء الله. إذا الأمور تسير على ما يرام، والكل هنا يتابع بدقة، يراقب الالتزام أيضا بوجوده في كل المراكز، ويتابع أيضا من خلال هذه التحديات. نذكر كذلك أيضا من خلال تحديات أيضا هذا المهرجان، مهرجان اليمامة، هناك كل العيون أيضا تراقب الإنتاج وتراقب أيضا هناك السلالات المتميزة من خلال المزاد. سوف ينطلق إن شاء الله في أول أيام مهرجان اليمامة في تمام الساعة السابعة هنا في هذا الميدان. كل الأحداث وكل المناسبات هنا تحتفل جميعا بكافة مجالاتها في هذا المهرجان الكبير الذي بدأ كبيرا، والذي يبشر بأول مهرجانات هذا الموسم الطويل وشاق موسم سباقات الهجن. مهرجان اليمامة يبدأ أولا مع أول أسابيعنا هنا في هذا الموسم. إذن نتابع اللحظات، نتابع هذا الشوط، نسير من خلال المسار هنا في المقدمة، وهي انتزاع، انتزعت المركز الأول انتزاع سمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم مع سعيد بن عبيد بن مروشد الذي انتزع الصدارة وانتزع المقدمة. قمرية على المركز الثاني، هادئة الأعصاب قمرية، تعرف التحديات والإثارة والمنافسات مع هجن العاصفة، وأيضا مع الواثق الذي يراقب أيضا كما نتابع في كل هجنه بعين الخبير والمتابع أيضا بدقة بهدوء الأعصاب وثقته بهذه النوعيات المتميزة. قمرية على المركز الثاني، والمركز الثالث تتواصل المتحدة على المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع وجود سالم بن حمد بن هيان
العامري. يا سلام، سفير المضمرين ايضا يتواصل من خلال الظهور، وهناك على المركز الرابع تاتي وبرع المركز الرابع لهجن العاصفه مع حمد بن راشد بن غدير. الله، هذه الرباعيه ومن يكمل ايضا مسارها. المركز الخامس نتدخل مع الشايبر سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوه. بدا النشاط مع منتصف المسافه الباقي هنا على المركز السادس. هذه الشاينية سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع عبد الله بن ثعيلب الهايري. والمركز السابع هناك محطه على المركز السابع ظهرت محطه ايضا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع سالم بن حمد بن هيان العامري. والمركز الثامن تدخلت في هذه اللحظه الشاينية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير. والمتحده تنضم ايضا على المركز التاسع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير. والمركز العاشر نشوه وسط في المركز العاشر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع مطر بن لاحج الهايري. هذه الاسماء. خلاص شوفوا الخط المستقيم بدا يبان، وايضا اشعه الشمس بدات الان تظهر لتعلن ان الموسم وان حراره الاجواء. حرارة المنافسة هنا بدأت من خلال التحديات والإثارة. الله، المقدمة والصدارة تتواجد في هذه اللحظة هي قمرية على المركز الأول. المنافس والاسم الأقرب والاسم الأقوى في هذا الشوط من خلال التحديات الإنجازات تقول شوط قمرية هذا من خلال مسارها ما شاء الله. ولكن الظهور الأول دائما ما يقال عنه أنه تجربة أولى، تجربة أولى. هنا المركز الثاني وبرا بدأ التقدم إلى المركز الثاني أيضا لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. وهنا أيضا تظهر تحديات الانتزاع في المركز الثالث سمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم مع سعيد بن عبيد بن مروشد، وعلى الجانب الآخر محمد بن سعيد بن حلوة أيضا يقود انطلاقة الشايبر سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم في المركز الرابع والمركز الخامس. هذه شاينية سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع عبد الله بن ثعيلب الهايري. هذه الاسماء، هذه التحديات. خلاص دخلنا في الكيلو الاخير، المنافسه هنا المنافسون يتواجدون. الصداره مع قمريه. يا سلام يا سلام يا سلام، نحن ايضا نعادل وجودنا مع قمريه، نطالع قمريه ونراقب الكل، والكل يتابع الامكانيات المتميزه اللي تتميز بها قمريه ما شاء الله وتبارك الله. مثل ما يقولون الخبراء دائما في كل المناسبات اشواط خاصه مخصصه، وقمريه تعرف مسارها ما شاء الله وتبارك الله، تعرف الذهب وايضا تعرف الانتاج، وتعرف ايضا كيف الانتصارات في المحافل الكبرى. شلفه الثنايا تحملها ايضا في هذه الانطلاق، وكاس الثنايا ايضا في هذه التحديات. ما شاء الله كل الاسماء هنا. قمريه وقمرية على المركز الأول، قمرية في الصدارة، قمرية في المقدمة، هو الانطلاق الأول. هنا على المركز الثاني الشايب، على المركز الثاني نشاط أشوف هنا مع الشايب سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوة. ولكن المركز الأول خلاص سجل باسم قمرية وأعلنت قمرية أنها صاحبة هذا الشوط. تهانينا إذا والناموس لهجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على انتصار قمرية بالمركز الأول ما شاء الله وتبارك الله. المركز الثاني هي الشايب سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. المركز الثالث وبرة لهجن العاصفة. والمركز الرابع انتزاع لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم. والمركز الخامس هي الشاينية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. هنا ما شاء الله، هذه أسمانا، هذه تحدياتنا وانطلاقاتنا ومسارنا الذي يحمل هذه البداية. هشوف الصدارة، نشوف خط النهاية شو يقول، شو يحمل، شو يعلن أيضا من خلال تواجد قمرية على المركز الأول. والتوقيت أيضا ما شاء الله 9:42 وفاء وتماما هنا في هذه اللحظات. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا حمد بن راشد بن غدير. المركز الثاني كانت أيضا منافسة بكل قوة من خلال هذا المسار، هي الشايبة أيضا 9:42. نتابع أيضا المسار البداية، شوف 42 ثانية و 3 أجزاء من الثانية هنا من خلال هذا المسار ومن خلال هذه